السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني، وفي مقطع اليوم راح نلعب سوبر ماري ميكر 2. مقطع اليوم زي ما انتم شايفين في مكان جديد، حاولوا تتعودون عليه لان راح يكون تسجيلي اغلب الوقت من المكان الفتره مؤقته، بس فتره الفتره الحاليه. فبس خلونا لا نطول المقدمه، لا ننسى اللايك والاشتراك ومات مات توديت. يلا خلونا نبدا، لا الحين نبدا. طيب مقطع اليوم نلعب فيه رن اندلس سوبر اكسبرت، فيلا خلونا نبدا الرن حقتنا. معانا 30 حياة ونشوف ايش تقدم لنا المرحلة الاولى. ليتس جو ياباني. طبعا اليابانيين ما احكيكم مع ماريو ميكر اليابانيين. طيب ندخل للبايب. اوه كوشن بلوك مشروم. نايس نايس نايس. طيب ما شفت الورد ريكورد فيها دقيقة وشي، يعني شكلها ان شاء الله ما هي. اوكي اوكي اوكي، في سويتش باو. في اشياء كثير. وردة فاين. ايش في يو؟ طيب خلنا نضرب الاون اوف سويتش. شكرا شكرا يا ذكاء العالم. مسكر. اوه فهمت. تعالي يا كوبا. بس اخاف اقتلها. اوه بسرعة. لا طيب خلنا نبعد شوي عشان نرجع الكوبا هذيك. اقدر اسوي ريست. خلصنا. تعالي. طيب الحين فعلنا الاون اوف، نقدر نضرب البي سويتش. انا خايف من كوبا اللي هناك تضربني. طيب مره ثانيه تيك تو. بسرعه. ما في شيء. اوكي خلنا نضربها بالكوبا ونشوف. انا الوردة مسويت لي زحمة. تعي صغريني صغريني بعد. الشيء الوحيد الكويس اللي بيطلع من ذاك البلوك مفتاح. خلنا نشوف. مفتاح زي ما توقعت. لانه هو الشيء الوحيد اللي ممكن استفيد منه ذاك المكان. طيب طيب الحين اقدر مرة ثانية. طيب خلينا نشوف ايش في فوق هنا. مرحلة مليانة اشياء. طيب هذا باو ما استفيد منه. في باب بيسويتش تحت هناك. خلينا ندخل الباب نشوفه. او خلينا ندخل الباب بيسويتش نشوف ايش فيه. اوكي بايب. كوين. بس هل انحبس لو دخل داخل هنا؟ ما ابغى انحبس تكفى. فاين الى بايب. حلو حلو حلو. باب وين جابني؟ اوكي بيخلص الوقت. طيب ونب. تمام بس ونب كل عشان ونب. طيب الحين انا فعلت هذا وسويت كل هذا، خلني اخذ وردة. ولا اقدر اجي من فوق خلاص.
ولا اقدر اجيب فوق السويتش لانه مرتفع واجد. طيب خلنا نضرب هذه الكوفة نطيرها عن طريقنا. حلو حلو في بايب بايب صح. بعدين ها وات احتاج الباو مش البي سويتش. نروح نجيب باو. ايش المفروض افعل؟ ما ادري والله. طيب خلنا نكمل بالازرق. ممتاز ممتاز. قروش بس ما في شيء مفيد. بورب بحاجة. بسم الله. لا نسيت. لا مش نسيت. لازم ما اخذت القرش. او ماي جاد ما اخذت القرش. لازم ارجع. يلا اخذ المفتاح وارجع مرة ثانية عند الباب. يلا 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 ان شاء الله. ما في بي سويتش. لازم زي ما قلت لازم بي سويتش. والاحمر مطفى. كيف بسويها هذه؟ وانا ناط اضرب هذا البنفسجي او الازرق. بس بعدين كيف اجيب معي بي سويتش؟ منين في بي سويتش؟ ما في بي سويتش. كيف بشيل معي باو وبي سويتش بنفس الوقت؟ ما يجي. مرة ما. عرفت عرفت. هات البي سويتش حطه هنا. تعال يا كوبا امزح وياك. لا من اول يا شيخ. ريشة. طيب الحين ابغى بي سويتش. بطير بطير. دقيقة هذا الكوب اختفى. تعال مرة ثانية. افتح لي. روح بالحق. ها مرحلة حوسة حوسة. دقيقة روح انت. شوفوا اقدر اسوي شيء رهيب. افعل البي سويتش. ادخل من باب البي سويتش. ادخل البايب واطيح القروش. طيحوا يا شيخ. الحين القروش اختفوا. يا سلام يا سلام يا سلام. الحين معاي مفتاح ومعاي الحين ايش احتاج؟ احتاج باو بس خلاص. البي سويتش
شلته فاحتاج باو بس. اقدر اطير بالباو؟ خليني اجرب. تصدقون نسيت اني اقدر اطير الاشياء. طيب الحين انا ابغى الاحمر طافي. طفلي الاحمر. شكرا. يا رب نفزنا يا رب. ابغى الريشه معي. يا رجال نط من فوقهم وخلاص. لا يا رجال خلنا نفوز. هات السبرينج بعد، فوز بالسبرينج. اخيرا. اوه ما بغيت. اخيرا شل المرحله الحوسه. طويله مره، طويله والله مره طويله. يلا ليش لا، فيها فكره. اللي بعدها المرحله الثانيه معانا 29. ياباني يا ساتر، ما خلص من اليابانيين انا. لينك. طيب هذه ما ترتفع اللافا، تمام. خلني اقتل هذولي ما يزعجوني. احتاج بي سويتش. لين يضرب البي سويتش. الطرف مرة ذي. يس جميل. وش ذا الحوسة؟ لين انطلق. اخيرا. يا الله يا الحوسة. اما يا سلام يا سلام. وش الصعوبة يا شيخ؟ طيب عطني لينك الله يخليك. لينك شكرا. تمام. لا لا وضعي كان كويس، حرام. يلا يلا الحين نقتله وندخل الباب. يا الله هو قتلني. هو اللي قتلني، وش انا اللي قتلته. يلا الله يخليك الله يخليك. موت تكفى. اخيرا مره صعب القتال هنا. طيب عطني منبات تكفى. ليه لازم لينك؟ لازم لينك. طيب يطلع لي لينك. ما يرجع لينك. حرام. الله منبات. عطني يقهر. والله يقهر. لازم تفوز بلينك عشان تاخذ المنبات. يلا ما عليه ما عليه. والله رن حليوه لحد الحين. خلصنا مرحلتين. ما في لايك. مرحلتين، المرحلة الثالثة معانا 26. با
برضو ياباني. يا ساتر اليابانيين. يا الله. لحظة، أدخل من الباب بس هو سيء فوق يعني. وين ال وين الصعوبة في المرحلة؟ آه ها ها وات، ما فهمت كيف اطلع فوق. لا تقول لي شيل جنب من اللي يسوي جراند باوند وحركات هذه مره ما اعرف لها. انت خلينا نجرب مرتين ثلاثه بعدين نسوي اسكيب. تعال واو، ما يمديني اسوي شيء. والله مرة ما يمديني اسوي شيء، ولا عارف ايش اسوي. تويرل طيب؟ خلينا نجرب تويرل وجراند باوند. هي كذا تويرل وجراند باوند على الشل واروح فوق. بس كيف؟ والله فري فول من عند الباب على طول، ما اقدر اسوي حتى جراند باوند. خلني اخليها بعدين، هذه سوي سكيب ونجرب فيها بعدين. ياباني، يا الله اليابانيين ارحموني. تكفون. يا الله يا لثوام على طول قرقع. عاد الثوم مش مبين هنا لان صورتي عليه، فهو حاط ثلاثة ثوامبات. خليني أوديكم إياهم. بس كذا أحس بتغطي على على قدام. خليني أكمل شوي كذا. طيب عندي الحين ثلاث قروش تجميع بايبين وباب. خليني أدخل البايب أول شيء بالترتيب. طيب هذا أول كوين قدامي، الثوامب يطالعني. طيب هذا على تحت، والثاني اتوقع على يمين. اوه اوكي، مو بصعبة. باب برضه مو بصعبة، بس اني ما نطيت نطة كاملة. طيب خلنا ناخذ الكوين هذا اول. حلو، بعدين ناخذ الكوين الثالث. شكله يلحقون وراي، حسيت والله حسيت شفتهم فوق بعض. يلا خلنا ناخذ هذا والواحد الحين، بعدين ناخذ القرشين اللي قبلها. أخيرا يا أخي نطة واحدة للبايب، ما يحتاج إني أسوي نطتين. يلا يمدي. يس. فو القرش هذا. بعدين أسهل واحد. اتوقع في بعد الباب في تشيك بوينت ونكمل في المرحله. اتوقع يس
ادخل الباب وبعدين يفتح شيء؟ ينفتح شيء؟ حق ايش البي سويتش؟ انزل تحت طيب؟ يرجع؟ اخذ البي سويتش انزل تحت؟ اوه اسوي بي سويتش جمب عليه يعني؟ لا رجعني ما اقدر ارجع. اوكي اشوى اني حاطه بي سويتش فوق مش حاطه على الباب. رهيب مصمم يستاهل لايك. تاخرت حرام بعيد كل شيء من البدايه. يرتفع شوي. تمام ايش بسوي؟ ادخل الباب وادخل الباب مرة ثانية، اخذ بي سويتش اضغط بي سويتش ادخل الباب. ادخل الباب مرة ثانية اخذ بي سويتش ادخل الباب. الحين اكون على رواقة. شكرا نثوام اضغط لي اياه. الحين على رواقة. تمام هنا ايش في؟ لا حد يضغط لي اون اوف بدون ما ادري. الله يخليكم. هذا الفوز. يا الله يا الله قايل بيضغط لي اون اوف قايل. يلا الحين نفوز فيها بهذه الحياة ان شاء الله. يلا وصلنا مرة ثانية هنا. خلونا نفوز هالمرة. قبحك الله الثومبات هذه اللي نازلت لي زي الصاروخ. يا ساتر يا ساتر. ابلع ابلع ابلع. يلا مرحلة أربعة ومعانا 12 حياة. 150 ثانية سبيد ران. طيب هو قال لي 150 ثانية والورد ريكورد 50 ثانية. خلنا ندخل فوق نشوف ايش فيه. يا الله دخلني. دخلني الله يخليك. دخلني عورتني يدي والله. حاول. خلاص خلنا نكمل. اختار واحد من البيبان. يا ساتر والله يدي مرة عورتني من قبل شوي. لا خلنا نعيدها. احس اني اقدر اسويها. بس خلني اريح يدي شوي. يا ساتر دقيقة
نسيت ستارت اوفر وانا كان عندي تشيك بوينت. نسيت ان في تشيك بوينت. لا ما له فايده للباور اب. حلو حلو حلو. هذه صعبة شوي بس انه وسع لي اياها. هنا ايش في الباب؟ رجعني البداية ولا وين رجعني؟ ياهو والله طويلة مرحلة. يمكن اللي خلصها بما ادري كم 50 ثانية تشيزها اتوقع. لا كنت ابغى اسوي تويل سويت سبن. لا يلا عندي تشيك بوينت. ركز الله يخليك. ارجع من البدايه صح؟ اي اوكي. مسكر الفايف صدقوني اللي فاز فيها بورد الكورد سوى بالطريقه هذه راح عكس. يلا طريق اللي اعرفه. لحظه 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 احتاج اصغر احتاج اصغر. لان البي سويتش قصدي هذه البي سويتش وانا صغير اشوى. بغيت اجيب العيد والله بغيت اجيب العيد بس اقدر اشيزها باني اضربها براسي بس خلني وانا صغير احسن. ما هي بصعبه. خلاص الفوز الفوز تكفى تكفى لا تجيب العيد. ما هي بصعبة والله ما هي بصعبة بس انا شوي جبت العيد في اشياء. تمام المرحلة الخامسة ومعانا 9 ارواح. ياباني يا الله يا اليابانيين الله يخليكم الله يخليكم خلوني. يا ساتر يا ساتر. يا ساتر كم انا اكره البلايند ثوامب يا شيخ اكرهه. طيب الحين وين اروح؟ اطيح ايسكل. اسوي وول جمب. اجيب الثوام بروح عليه يعني. اخذنا الكوينين الحين بس ما اتوقع اني بقدر انجو زي ما قلت لكم ما اتوقع بقدر انجو. يلا خلونا اخلصها. لعبوها 48
خلصوها واحد بس اللي خلصها من 300 وحاجة محاولات. فيلا خلونا نلعب. تدرون مين بيخلصها؟ تدرون؟ الحين شو نسوي؟ لأن هنا الحين القرش الأخير. يا اخي الكايزو بلوك اقسم بيت الله اللي حطه في ماري ميكر ما يفهم، والله ما يفهم، والله ما يفهم المبرمج اللي حط الكايزو بلوك في ماري ميكر ما يفهم. خلاص جد جد خلاص تعبت نفسيا من ذي مرحلة، اعوذ بالله بخلصها لكم بعينكم. يلا تقريبا خلصناها ترى، تقريبا لما اخذت المفتاح باقي لي بس اعدي ذا المكان وادخل الباب، وادخل الباب. اوه في بايب وفي مكان ثاني، بس المشكلة يا اخي هنا ما ادري كيف اشير لكم، يا اخي حاط كايزو بلوكس، يعني المفروض انا معدي ذا المكان بس يا اخي مسكر لي اياه بكايزو بلوكس. يمكن نحاول فيها بعدين، يمكن ما اوعدكم، بس خلاص هنا ما اقدر اتحمل مرحلة زيادة اكثر من كذا. وبس يا شباب كذا مقطع اليوم، اتمنى يكون عجبكم. لعبت فيه السوبر اكسبرت اندلس بدون سكيب، او في سكيبه واحده حق مرحله كانت ما فهمت ايش تبغى منها، يبغى لها شرجه بطريقه معينه ماني عارف كيف اسويها، بحاول اتعلم عليها وان شاء الله اخلصها. فبس اتمنى يكون عجبكم المقطع، اتمنى يكون عجبكم السيت اب، الصوت ما في مشاكل في الصوت باذن الله. وبس اذا عجبكم تنسوني من زر لايك، اشتركوا في القناه انتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات عشان اصلكم جديد اول باول، وشوفوا المقطع في كل مكان. نشوفكم ان شاء الله بمقطع جديد، امان الله.